لقاء يهدف فيه الطلبة والمهندسون المقبلون على عالم الشغل والمقاولاتية إلى حوار مفيد ودليل مهنية. انجينير زكارا هو البيت تاعو هو يخلق حوار ورشاد ما بين هادوما لي شيف دونتربريز وهادوما التلاميذ ايتيديون تاع بوليتكنيك ولا لي انجينيور باش يعلموهم كيفاش ينتميو للحياه المهنيه. لي زيكسبير اللي جبناهم لي شيف دونتربريز باش نعرفوا كيفاش دخلوا كيفاش قدروا يتغلبوا على كاع العوائق باش يدخلوا لعالم الشغل. ندو منهم دي ستاج، ندو منهم دي زوبورتونيتي، ندو منهم خدمه. ارباب العمل واصحاب المؤسسات والاطارات المشاركه عرضوا خبراتهم ورائهم، كما اجابوا عن انشغالات مهندسي المستقبل. كاين اللي كملوا قرايتهم وكاين اللي مازالهم يقراو، تما جينا باش نمدوا العقليه لهذوك الغاشي كيفاش كنا نقراو ودوكا كيفاش وشنو هم لي زيتاب اللي تبعناهم باش دوكا كي خرجنا في المارشي دوكا تاع الخدمه دوكا وكيفاش لقينا الخدمه. دونك سي لوكازيون دو سو فير ان ريزو لو نتوركينغ سي تري امبورتون. ثاني داكسونتوي لي سوفت سكيلز تاعهم داير البوليتيك اللي كوني بور سا. هي لقاءات وورشات من شأنها مرافقة الشباب والطلبة المقبلين على عالم الشغل مستقبلا.